التلفزيون العربي. ما هي الحالات التي تصل إلى المستشفى؟ تحدث الدفاع المدني أمس وبعض أيضا العاملين في المستشفيات عن يعني استعمال أسلحة محرمة تنتج عنها إصابات معقدة وصعبة جدا. وبكل تأكيد يعني الحالات التي تتعامل معها طواقم الدفاع وتقوم بعمليات إنقاذها من داخل المباني المستهدفة للأسف إما حالات بتر، حالات صعبة جدا، حالات نزيف داخلي، حالات يعني ربما يعني في بعض الأحيان نصل ونأخذ هذه الإصابات إلى المستشفيات، وكنا يعني نتمنى يعني يستشهدوا أفضل، لأنه لما بتجد طفل صغير مبتور اليدين والقدمين سيكون وضعه صعب جدا ومأساوي جدا، ويكون في يعني في الرمق الأخير في حالته الصحية. وللأسف الكثير ممن نتعامل معهم أيضا من فئة النساء التي تذهب إلى المستشفيات وأيضا فيها حالات بتر، حالات يعني تشويه، وخصوصا وكان نتحدث عن أسلحة جديدة تستخدمها القوات الإسرائيلية التي تسبب الحرق. يعني كثير من الحالات نتعامل معها نجد أن الوجوه محترقة بشكل واضح وبحرق غريب جدا، وأيضا حالات بتر، حالات حرق، حالات يعني تفتت في العظام، لأنه أغلب الجرحى الموجودين في قطاع غزة للأسف يحتاج إلى عمليات جراحية في العظام تحتاج إلى إبلاتين، وهذا للأسف الشديد يعني ربما نقول أن قضية حتى مستمات هذه العمليات ربما غير متوفرة في المستشفيات وصعب جدا، وحتى قضية أن الأطباء المتخصصين في هذا المجال ربما يكونوا غير متوفرين في كل المستشفيات، ولذلك نجد أن صعوبة. وللأسف الذي يعاني بشكل كبير جدا هو المواطن، هو الجريح، هو المصاب في ظل الواقع الصحي الصعب الذي يعني أوصلتنا إليه الاحتلال الإسرائيلي نتيجة تدمير البنية التحتية في المستشفيات، تدمير المستلزمات، الأجهزة، غرف العمليات، كل هذا سبب الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا السياسة التي انتهجتها قوات الاحتلال منذ بداية الحرب في فصل القطاع شمالا وجنوبا، وأيضا إرسال الأطباء وحصارهم وتهديدهم بالخروج إلى مناطق الجنوب. ولذلك نجد أن منطقة الشمال الآن تعاني من نقص الكادر الطبي بشكل واضح، نقص غرف العمليات، ربما تجد يعني لا تجد طبيب هنا في مناطق شمال قطاع غزة يستطيع أو لديه القدرة على التعامل مثلا مع الأوعية الدموية، لأن أغلب الأطباء زحوا أو هددهم الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال يعني حصار المستشفيات تم تحويلهم إلى مناطق الجنوب يعني بالقوة. ولذلك نجد أن العجز واضح في داخل المستشفيات، وهذا للأسف يعني يؤدي إلى مفاقمة الأزمة الموجودة هنا في قطاع غزة، ولذلك نجد أن الكثير من الجرحى يستشهدوا نتيجة أنه للأسف لا يستطيع الطبيب أن يفعل أي شيء، لأنه هذا الأمر يحتاج إلى متخصصين، يحتاج إلى، ولذلك كانت المطالبات من اللحظة الأولى إلى ضرورة أن يكون هناك مستشفيات ميدانية موجودة في شمال قطاع غزة حتى نستطيع أو تستطيع الكوادر الطبية التعامل والتخفيف عن المعاناة الموجودة عن المواطنين هنا في القطاع. وأيضا قضية توفير الوقود يعني أمر مهم جدا، كيف لمستشفى أن يعني يفصل أو تفصل عنه الطاقة، بمعنى أنه لا يجوز أن تفصل الطاقة عن أي مستشفى، لكن للأسف نتيجة عدم توفر الوقود أو شح الوقود الموجود أو عدم توفيره بالكميات المطلوبة والكاملة للأسف الشديد يتم فصل التيار الكهربائي من أجل يعني أخذ مدة أطول في تشغيل المستشفيات. وهناك لكن محطات يعني لا يصح ولا يجوز أن تفصل، مثلا إنتاج الأكسجين، هذه الماكينات أو هذه الأجهزة لا يجوز أن تفصل عنها الطاقة حتى تستطيع أن تنتج أكبر كمية من الأكسجين الذي يستخدم للعمليات وللحالات الطارئة وللمواطنين. لكن للأسف الشديد هذا الواقع هو الموجود في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب على القطاع. أشكرك المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل. التلفزيون العربي.